هنكمل بس على السريع كده، بس مراجعة على السريع قوي اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. احنا خدنا حاجة اسمها الميلانوسيتك تيومر، بدأنا بالبيولوجي بتاعت الميلانوسايتس وطلعت منين، طلعت من النيورال كريست وحصل لها مايجريشن لكذا حاجة منهم الجلد، الهير فوليكل، العين، وكمان الانر اير والليبتومنجيز في السي ان اس. واتكلمنا ان الميلانوسايتس دي احد البرانش سيلز اللي بتبقى موجوده في الدرمس، ودي عباره عن اموبلايزنج سيلز، وقلنا ان هي اللي بتصنع للميلانين وعلشان كده هي دوبا بوزيتيف. وكمان الماركر بتاعتها الاس 100 بروتين اللي احنا قلنا عليه ان هو نون سبيسيفيك، بيصبغ لي كذا حاجه منهم اللانجر هاند سيلز والميركل سيلز. قلنا ان الميلانوسايتس دي في حاجات كمان بتطلع معاها من النورال كريست، اهمهم اللي هو الشوانو بلاست اللي هتعمل لي بعد كده النيرف، وحاجه اسمها النيفاس سيلز. اتكلمنا عن البناين تيومر اللي طالعه من الميلانوسايتس او ميلانوسيتك تيومر عموما، وقلنا في حاجات اكوايرد وحاجات كونجينيتال وحاجات سبيشال نيفاي من الميلانوسيتك تيومر او الميلانوسيتك نيفاس. وقلنا النيفاس دي مش شرط ان هي تكون، هي المفروض تبقى سنس بيرس، بس يعني مجازا كده ان هي تعتبر هامرتوما، وهامرتوما يعني نورمال سيتس ان اب نورمال سايت. وقلت كمان ان عندي حاجه اسمها الاكوايرد ميلانوسيتك نيفاس، والاكوايرد ميلانوسيتك نيفاس دي عباره عن ان النيفاس سيلز اللي احنا قلنا عليها حصلها مايجريشن وحصلها ارست عند الديرموبيدرما جنكشن، وكون لي حاجه اسمها جنكشنال اكوايرد ميلانوسيتك نيفاس اللي هو الجنكشنال. وقلنا جنكشنال دي هتبان على اساس ان هي ماكيول بيجمنتد ماكيول، لا هي مرفوعه ولا هي نازله. انما لو كان النست دي بتاعت الميلانوسيتك سيلز دي كانت في الجنكشن والابر ديرمس هتعمل حاجه اسمها كومباوند نيفاس، والكومباوند نيفاس برضو بتبقى بيجمنتد وفي نفس الوقت بقت بابيولي. وقلنا لو الباقي كله سقط بقى في الدرمس هتبقى انترا ديرمال نيفاس وبتبقى سكين كالرد نوديو. ماشي. طيب اتكلمنا برضو عن كونجنيتال ميلانوسيتك نيفاي، وقلنا الفرق بينها ان هي بتبقى سنس بيرس، والميلانوسايتس اللي هي النس بتاعت الميلانوسايتس كمان بتخوط للهير فوليكل، علشان كده كمان ميبي اسوشيتد ويز هايبر تريكوزيس. كويس. طيب اتكلمنا عن سبيشال تايبس اوف سيل زي مثلا سبيتسي نيفاس، اتكلمنا عن اتكلمنا من ثالث كمان اتكلمنا عن الاتيبيكال، اتكلمنا عن الاتيبيكال ميلانوسيتك نيفاي، وقلنا ان هي اتيبيكال اسم برضو مش مظبوط قوي لان مفيش اتيبيا موجوده في السيلز، بس الاتيبيا دي من ناحيه الكلينيكال اللي هي الريجولار بوردر، الكالر تشينج زي ما احنا شايفين، وكمان اللي هي الفرايد ايج ابيرنس زي ما انتوا قلتوا، وما ننساش ان هي بتبقى ديرتي فوت بتبقى موجوده في بيحصل زياده او اوفر بروليفريشن في النت شويه، لدرجه ان هي بتعمل الونجيشن للريد ريدجز بتعمل لي واتس كولد ديرتي فيت، وكمان النت بتبقى موجوده بتوين الفيتس دي فتعمل لي واتس كولد بريدجنج، ودي مهمه قوي. تمام. طيب طبعا كونجنتال ميلانوسيتك نيفاي قسمناها الى جاينت ونون جاينت، والنون جاينت دي اتقسمت الى سمول وميديم على حسب السايز بتاعها، يعني لحد 1.5 سم ده يبقى سمول، من 1.5 لحد 20 سم دي تعتبر ميديم، اكتر من 20 سم دي تعتبر جاينت. قلنا ان احنا بنخاف من الجاينت دي اكوردنج تو السايت واكوردنج تو المساحه بتاعتها، كل ما كانت جاينت كل ما خاف منها، كل ما كانت قريبه من الهيد والنيك، كل ما كانت اسوشيتد مع سي ان اس ابنورماليتيز او اوكيولار مانيفستيشن او اير مانيفستيشن، وعرفنا ليه امبارح. اتكلمنا عن الهالو نيفاس، وقلنا ان النيفاس سيلز دي الاميون سيستم اتعرف عليها على انها فورين بودي او انتيجين، طلع لها سايتوتوكسيك تي سيلز راح مكسراها ومكسره لي كمان معاها الميلانوسايتس. وقلنا الفرق بينها وبين الفيتيلجو ان الفيتيلجو بالرغم ان الميلانوسايتس مش موجوده في الاثنين، سواء كانت في الهالو نيفاس اللي هو الدي بيجمنتيشن هنا او في بتلبو، الا ان الهالونيفز بتبقى اسوشيتد مع انفلاماتوري انفلتريت اللي ما بيبقوش موجود مع البتلبو. طيب دي طبعا صور بتاعه الاتيبيكال ميلانوسيتك نيفاي، مالناش دعوه بيها، هندخل صلوا على النبي. النوع من انواع الميلانوسيتك نيفاي او من سوري من انواع الميلانوسيتك تيومر بقى، خلاص خلصنا الميلانوسيتك نيفاي خلاص، حاجه اسمها الفريكلز، حاجه اسمها الليمتجين. وعلشان نفهم الحدوته دي
يجي لي بنت بيضة، بنت بيضة او ولد ابيض يعني، يجي يقول لي يا دكتور انا عندي نمش في وشي. ابص على وشه كده بلاقي شويه براونش بيجمنتد ماكيولز بتبقى موجوده في الفيس. بساله سؤال واحد، الحاجات دي بتزيد معاك في الصيف؟ اه بتزيد معايا في الصيف. بتقل معاك في الشتاء؟ اه بتقل معايا في الشتاء. كويس. طيب يجي لي عيان تاني قمحي شويه او اسمراني شويه وعنده برضو حاجات شبيهه كده بالنمش برضو، بس بتبقى مور بيجمنتد، مش شرط ان هي تكون موجوده في الفيس، ممكن تكون موجوده في السان اكسبوزد او النون سان اكسبوزد ارياز. وبساله سؤال واحد، الحاجات دي بتزيد معاك في الصيف؟ اه بتزيد معايا في الصيف. ممكن بتقل معاك في الشتاء؟ لا ما بتقلش معايا في الشتاء، بتبقى ثابته. يبقى انا دلوقتي قدام مرضين مختلفين تماما. وطبعا الحاجات دي بتتسالوا بيها في الشفا وبالعبيط، يا بنتي ايه الفرق بين الفريكلز اللي هو النمش، وايه الفرق بينه وبين وات از كولد لينتيجنز؟ انا هاخد مقدمه بس في الاول في الموضوع كده بالراحه كده. انا عندي ميلانوسايتس وعندي ميلانين، انا عندي ميلانوسايتس وعندي ميلانين. لو حصل اوفر برودكشن في الميلانين، اوفر برودكشن في الميلانين بس عدد الميلانوسايتس ثابت، يبقى انا بتكلم في مرض اسمه فريكلز، بتكلم في مرض اسمه فريكلز. انما لو كان عدد الميلانوسايتس هي اللي زادت، وبالتالي الميلانين برودكشن هيزيد، يبقى انا قدام مرض اسمه لينتيجنز، لينتيجن. تمام. يبقى الفريكلز اوعى ننسى الفريكلز ده بتاعه البنت البيضه اللي النمش بتاعها بيزيد في الشمس نتيجه اوفر برودكشن من الميلانين، انما عدد الميلانوسايتس ثابت، ثابت ماشي. انما الانتيجين عدد الميلانوسايتس زاد، عدد الميلانوسايتس هو اللي زاد. يبقى مين فيهم التيومر؟ اكيد الانتيجين، الانتيجين هو التيومر. انما الفريكلز ده هيدخل مع ديفرنشال دايجنوزز بتاعه بس. يبقى انا لما اجي ادرس تيومر اللي هو ترو تيومر يبقى هو الانتيجين. ليه؟ لان عدد الميلانوسايتس زاد. حلو. طيب الفريكلز اللي بيجي لنا كتير بتاع الشمس ده، تيجي البنت البيضة وتيجي اخوها كمان ابيضاني شويه وعنده فريكلز، وتيجي كمان امها كمان بيضة وعندها فريكلز، يبقى بتبقى فاميليال، في عائلات كده عندهم الفريكلز دي حاجه عاديه خالص، بيبقوا عارفين ده نمش، وبيبقوا عارفين كمان ان هم لازم يمشوا على صن بلوك وبتاع، بيبقوا عارفين ان هو بيزيد في الصيف ويقل في الشتاء، والحوار ده هم بيبقوا فاهمينه ودارسينه كويس قوي، احسن من دكاتره كمان. انما اللينتيجين، اللينتيجين تجي لي بتشوفوها كتير قوي، بتشوفوها كتير قوي. عيانه مثلا عندها مثلا فوق ال 40 سنه وتيجي في ايديها كده، خصوصا في الفارمرز او الحاجات دي، بقع بني كده في ايديها، بقع بني في ايديها. البقع البني دي لينتيجين وليست فريكلز، وهنعرف ليه. يبقى اللينتيجين، اللينتيجين ملوش دعوه بالشمس قوي، ملوش دعوه بالشمس قوي، وان كان التعرض للشمس ممكن يزود الميلانين برودكشن طبيعي، بس مش هو السبب الرئيسي الا في نوع واحد بس من اللينتيجين، الا في نوع واحد بس من اللينتيجين، حاجه اسمها السولار لينتيجين، يعني اشعه الشمس هي اللي تسببت ان هي زودت لي عدد الميلانوسايتس. حلو الكلام كده. ايهما اخف وايهما اسهل في العلاج، اللينتيجين ولا الفريكلز؟ الفريكلز. ليه؟ لان الفريكلز عدد الميلانوسايت ثابت، وبالتالي ان انا لو اديت له صن بلوك، لو اديت له صن بلوك خلاص خلصت. الفريكلز يجي في البشره البيضاء ولا البشره السمراء؟ يجي في البشره البيضاء. ليه؟ لان كميه الميلانين في الناس بتاعت البشره البيضاء قليله، فلما بييجوا يتعرضوا للشمس الكيراتينوسايتس عايزه تحمي نفسها من اشعه الشمس دي، فتقول للنيوكلاس والنبي معلش خلي لي تؤمر سوري الميلانوسايتس زودي لي الميلانين برودكشن شويه علشان الميلانين ده يحوط لي النيوكلاس، فاكرين اللي هو الميلانين كاب، فلما يحوط لي النيوكلاس ويغطيها لي يقدر يحميها من اشعه الشمس.
طيب لما أشعة الشمس تختفي بقى خلاص ودخلنا في مرحلة الشتاء مثلا، أو العيانة دي بتحط صن بلوك ريجولر، خلاص مفيش داعي للميلانين اوفر برودكشن، وبالتالي الفريكلز دي بتقل بالتدريج، ولا محتاجة تقشير ولا محتاجة حقن خالص. بس هنقول لكم على الحاجات الحرام اللي احنا بنعملها مع العيانين، ان احنا بنعمل لهم ليزر ونعمل لهم مش عارف ايه، هم مش محتاجينها خالص خالص خالص. يبقى لما يجي يقول لك اللينتيجين، اول ما تسمعيها كده تحط في دماغك ايه؟ ان عدد الميلانوسايتس زاد، انما الفريكلز الميلانين برودكشن هو اللي زاد. حلو الكلام؟ حلو. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي بقى عن حاجه اسمها البناين تيومرز بتاعه الابيديرمال ميلانوسايتس. الابيديرمال ميلانوسايتس عددها زاد، يبقى انا هل هجيب سيره الفريكلز هنا؟ لا، ده الفريكلز دي هتدخل في ديفرنشال دايجنوزيس حضرتك، انما اللي انا هتكلم عنه اللينتجين. اللينتجين اللي بتبني في صوره هايبر بيجمنتد ماكيولز، ومش شرط ان هي تكون موجوده في الصن اكسبوزد ارياز، صح؟ مش شرط، بس هل ممكن تيجي في الصن اكسبوزد ارياز؟ ممكن. زي مين لما تيجي في الصن اكسبوزد ارياز؟ حاجه زي السولار لينتجين، وهنعرف الانواع بتاعتها لان انواعها كتيره شويه. انا عايز بس اوريكم الهيستوباثولوجي مثلا بتاعت اللينتجين عموما، انا بتكلم ان جنرال يعني. زي ما احنا شايفين، فاكرين لما كنت بقول ديرتي فيت، صح؟ او الديرتي فود، ده تيبيكال يعني، انتوا لو شفتوه ده تيبيكال ديرتي فود، صح؟ تيبيكال بالظبط. طب ايه اللي يفرقه بقى عن ديس بلاستيك نيفس؟ اولا ان الميلانوسايتس هنا مش موجوده في نست، انما في النيفس كانت الميلانوسايتس موجوده في نست، صح؟ كانت موجوده في شبكات كده متجمعين مع بعض مع بعض مع بعض. انما في اللينتجين خلاص، انا مش ما انا شلت ايدي من مرحله النيفاي، خلاص بقى خلاص مفيش نست، مفيش حاجات متحوطه، ده عباره عن ان الميلانوسايتس عماله تزيد 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 تزيد. طب الميلانوسايتس لما تقعد تزيد هتقعد تتكركب بتوين مين؟ البيزل كيراتينوسايتس، وتقوم جايزه قال ريتي ريدجز لتحت زيها بالظبط زي الديس بلاستيك نيفس. بس الديس بلاستيك نيفس كانت الميلانوسايتس اللي كانت موجوده في نيستس هي اللي كانت عماله تزيد وعماله تزود لي الريتي ريدجز لتحت. طيب ايه اللي يفرق تاني؟ ان انا ما عنديش بريدجنج بتوين مين؟ بتوين الريتي ريدجز، لان ما عنديش نيستس هنا هتبقى موجوده في الدرمس، هتقوم جايه موصله الاثنين في بعض. حلو كده؟ طيب وعلشان كده اللينتجين تبان زي ما انتم شايفين بهايبر بيجمنتد ماكيولز، تبقى مالتيبل بقى، بتبقى موجود السايت بتاعها موجود فين زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى الفريكلز لازم تكون في الصن اكسبوزد ارياز، مفيش واحده يجي لها مثلا في الكفرد ارياز مثلا في من جوه مثلا وتقول عليها دي فريكلز، تقول ان ده نمش، تبقى مصيبه. انما اللينتجين تيجي في الصن اكسبوزد او نون صن اكسبوزد براحتها خالص. الفريكلز تيجي في الفير سكين، انما اللينتجين اي تايب اوف سكين تيجي فيه، صح؟ ملهاش دعوه، تيجي هنا تيجي هنا براحتها خالص، ملهاش اي رول، ملهاش قاعده، كل اللي فيها ان ده حصل فيه بناين تيومر ان الميلانوسايت زادت. طيب اللينتجين ده بناين تيومر، هل هديله صن بلوك وخلاص؟ لا، لان الصن مش شرط ان هي تكون السبب الاساسي فيه، ده لسبب اسباب كتيره لا يعلمها الا الله، يعني في اسباب كتير احنا ما نعرفهاش، ان كل اللي فيها ان عدد الميلانوسايتس زادت. طب ايه الغريب بقى في اللينتجين؟ يعني انا لما اجي اشوف شويه بقعه سمراء كده، سواء كانت موجوده دي فالفا مثلا، او كانت موجوده في ايديه، او كانت موجوده في وشه، او 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 ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ قال لك لا يا حبيبي، قال لك لان اللينتجين دي احنا مش هنتعامل معاها تعامل ان احنا هنبص عليها كده ونمشي. اللينتجينز دي بالذات بتبقى اسوشيتد ميبي اسوشيتد مع سيستميك ديزيز. يا حزني، اه طبعا، ده اللينتجين دي
اللي انت شايفاها لينتجين حاجه خفيفه، ده ممكن تكون بدايه ميلانوما. متخيلين؟ ده ممكن تكون يعني هناخد النهارده الميلانوما يعني نوع من انواع اللينتج بيقلب لميلانوما على طول. ماشي؟ حلو. طيب، او ممكن يكون من النوع البسيط اللي ما بيقلبش خالص، اللي ما بيقلبش، نوت اسوشيتد مع سيستميك ديزيز مثلا. وعلشان كده انا عندي سندرومات ما انزل الله بها من سلطان هتيجي، وللاسف الشديد لازم نحفظها. هيقول لك ليوبارد سندروم ولامب سندروم وبيتزي جيجر سندروم ومش عارف ايه، الحاجات دي هتتحفظ يعني، معلش انت فاهمني، هو غصب عني والله، بس هتتحفظ. طيب نبدا باول نوع من انواع اللينتجين اللي احنا بنسميه اللينتجين البسيط، اللي هو الكلاسيك اللي انا كنت عمال اتكلم عنه دوت، اللي هو لينتايجو سيمبلكس. ايه لينتايجو سيمبلكس؟ ما هو الا لينتجين يجي في اي مكان والهيستوباثولوجي بتاعه زياده في النمبر بتاعه الميلانوسايتس حوالين البيزال كيراتينوسايتس اللي عملت لي الديرتي فينجرز وخلاص. هل ممكن الاقي كمان معاها انفلاماتوري انفلتريت؟ نادرا. هل ليه علاقه بالشمس؟ لا. وده اللي هيدخل في الديفرنشال دايجنوزيس مع الفريكنس. وزي ما احنا قلنا، زي ما انا كنت عمال افرق لكم كده بالمقارنه، ده بيزيد بالشمس، ده ما بيزيدش بالشمس، ده بيجي بالبشره البيضاء، دي يجي طيب، دي يجي مش عارف ايه، يجي في الصن اكسبوز، دي يجي انيوي، وهكذا. ده علاجه كذا، ده علاجه، ده بنان تيومر، ده لازم يتشال. كويس؟ طيب. يعني مين اللي هيبقى مور بيجمنتد؟ الفريكلز ولا اللينتجين؟ اللينتجين هتبقى مور اند مور بيجمنتد، انما الفريكلز هتبقى براونش بيجمنتيشن بس. يعني مش عارف هنا في يعني مثلا هنعتبر ان ده لينتجين، ده ستيرج، دي مثلا لينتجين موجوده في الليبيا الميوكوزا مثلا. ماشي؟ طيب زي ما انتم شايفين الميلانوسايت زياده قوي عند البيزل كيراتينوسايتس. ماشي. اول نوع اللي هو مين؟ اللينتايجوسيمبلكس اللي ملوش اي علاقه باي حاجه وما نعرفلوش سبب. في نوع بيسموه اللي هو بتاع الست الفلاحه او الراجل الفلاح، لما تبص على ظهر ايده بتلاقي فيها نقط سمراء. هي النقط السمراء دي ما بتكونش بيجمنتد قوي، بتبقى براونش بيجمنتيشن وبتبقى مالتيبل، ويجي العيان يقول لك ده عند ابويا وعند والدي وعند امي ومش عارف ايه، يعني في جينيتك باك جراوند. ويجي يقول لك ده انا عشان بتعرض للشمس الكتير وبتاع، وبتبقى فعلا مشكله كبيره عند الستات وبيبقوا متضايقين منها قوي، يعني بيبقى وشها استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، اللهم اني صائم يعني كده، وجايه تشتكي من شويه بقع في ايديها. يا ستي ما تبص على وشك وبعدين وبتكلم على ايدك. يعني كل واحد والكومبلينت بتاعه، لازم نحترم الكومبلينت بتاعت العيان. والله يا فندم هنقول لها دي نوع من انواع حاجه اسمها السنايل لينتجين او السولار لينتجين. تمام؟ ده ورم حميد. طبعا ما تقولهمش ورم حميد طبعا، لان الورم دي بيقلقهم شويه. هتقول دي زياده بس في التصبغات نتيجه التعرض للشمس، ولو حطينا الصن بلوك لفتره طويله ممكن تقل شويه. وطبعا هي مش هتقل ولا حاجه. خلاص؟ ليه مش هتقل؟ لان الالترا فايلوت كانت هي التريجر اللي هي زودت لي عدد الميلانوسايتس. الالترا فايلوت هنا ما زودتليش الميلانين برودكشن. الالترا فايلوت زودت لي عدد الميلانوسايتس. يبقى لما اجي اتكلم برضو عن السنايل لينتجين او اللي بيسموها ليفر سبوتس كمان، لانها بتيجي اكتر مع الكبار. يعني مش شرط ان هي تيجي مع الناس اللي هم اللي عندهم ليفر سيفيلير، يعني بتيجي مع الناس الكبار. نفس الكلام هقول له برضه، زياده في النمبر بتاعت الميلانوسايتس اللي بتعمل لي ديرتي فينجر ابيرنس. ولما طالما دي سولار يبقى ممكن الاقي كمان في الدرم السولار الاستوليسيز. كلام من غير محفظ وكلام سهل قوي، سهل قوي. تمام؟ وهقول لكم التريتمنت بتاعها في الاخر خالص، ان هو بالكربون دايوكسيد بنشيله. حلو قوي. في ناس جربت البيلينج بس بقت بالفشل زي حالاتي يعني، وفي ناس جربت الكرايو وبقت بالفشل زي حالاتي برضه.
يعني هي احسن حاجه فيها اللي هو الكربون دايكسيد ابليتيف كربون دايكسيد ليزر يعني. طيب تعالى بقى ما نشوف لو كان اللينتجنز دي اسوشيتد بقى مع حاجات يعني مش موجوده في حته معينه بس من الجسم. لا ده طبعا احنا قلنا السناي لينتجن دي تيجي اكتر فين، او سولار لينتجن تيجي في الدورسال والجهنيه غالبا يعني، ماشي يعني مكان معرض للشمس اكتر يعني. السندرومات بقى، طبعا السندرومات ده انا مش هقولها ليه، انا المفروض تبقى يعني نخلص منها بسرعه يعني، بس هي كده كده ما بتتحفظ يعني. اول سندروم اهو البيتس جيجر سندروم. البيتس جيجر سندروم ده هقول لكم التكه بتاعته. البيتس جيجر سندروم ده بيجي لي عيان، واول ما بنشوفه بنقول عليه بيتس جيجر سندروم على طول. بيجي لي بمالتيبل انتيجنز موجوده في الليبيا الميوكوزا. العيان ده ممكن يكون كبير في السن شويه، والخطوره بتاعته ان هو بيبقى اسوشيتد مع انترنال مالجنسي. بيبقى اسوشيتد مع انترنال مالجنسي ليه؟ الله اعلم. يجي السؤال اللي بعد كده، ايه يا ابن الانترنال مالجنس اللي بيبقى اسوشيتد مع البيتس جيجر سندروم؟ قلت له يا فندم والله غالبا ادينو كارسينوما. ادينو كارسينوما خلاص، ادينو كارسينوما. عايزين اكتر من كده؟ اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده، تمام؟ بس كده. يبقى هقول له ممكن ميبي اسوشيتد مع الادينو كارسينوما، ممكن يبقى اسوشيت مع جي اي تي بوليباي، بس الاكتر ادينو كارسينوما. حلو الكلام، حلو الكلام. عرفنا البيت جيجر سندروم عباره عن هايبر بيجمنتيشن وبتبقى في الاورال كافيتي. طبعا لازم تعمل اكزامينشن الاورال كافيتي كله. ليه؟ لان الاورال كافيتي الهايبر بيجمنتيشن بتاعته بتدخل في ديفرنشال دايجنوست كتير، اهمهم طبعا الاديسون ديزيز ومعاه هايبر بيجمنتيشن في الاورال ميوكوزا. فالبيتس جيجر سندروم بيدخل من الهايبر بيجمنتد ليجنز اللي بتبقى موجوده فين؟ في الاورال ميوكوزا، تمام؟ مهم قوي. طيب الليوبارد سندروم بقى مش عارف بقى هيكون معاه ولا لا، في صوره هنا الليوبارد مش موجود. طيب الليوبارد سندروم هو اختصار، طبعا هو اختصار الليوبارد ال اي او بي اي ار دي، ده اختصار الليوبارد سندروم اهو، اختصار اختصار مرض. طيب ال ال دي طبعا عندي كمان حاجه اسمها اللام سندروم وبتاع يعني. طيب ال ال ليوبارد دي ال يعني الانتيجنز، والليوبارد سندروم ده من احد الامراض اللي فيها الانتيجنز دي بالالافات بقى يعني، كتير قوي يعني. عندي الليوبارد سندروم ده الانتيجنز اللي فيه كتيره خالص خالص. طب ايه الكاركترستيك فيتشرز بتاعتها؟ ان هي ما تجيش في الاورال ميوكوزا. شوفوا بقى، ما تجيش في الاورال ميوكوزا، سبيرنج الاورال ميوكوزا، ماشي. بدايتها، بدايه الليوبارد سندروم ده هو المفروض ان هو بيبقى اوتوزوم دوميننت، يعني عيان هيبقى مولود بيه والكلينيكال بيكتشر بتاعته بتبتدي تبان شورت لافتر بيرس على طول. انا الحمد لله انا عمري ما شفت في حياتي حاله ليوبارد سندروم الحمد لله، بس هي بتبقى عباره عن مالتيبل الانتيجنز وسبيرنج مين؟ الاورال ميوكوزا. عكس مين؟ البيتس جيجر. عكس مين؟ البيتس جيجر سندروم. خلاص؟ يبقى هو عباره عن اوتوزوم دوميننت انهيرتنس، عندي جنراليز الانتيجنز كتيره خالص، ونقدر نقول ان هي السبيرنج مين؟ الاورال ميوكوزا. قال لك ليو ادي ال اي، طب الاي قال لك بيبقى اسوشيتد مع كاردياك او كونجنتال هارت ديزيز، عشان كده بيبقى معاه اي سي جي تشينجز. والاو اوكيولار، اوكيولار. طب هناخد برضه كمان عشان نسهل، ده كمان معاه ديفنس، يبقى الراجل ده عنده اوكيولار وعنده ديفنس وعنده كمان لينتيجنز. طب هل يقدر يربط الثلاث حاجات دولت مع بعض؟ لان الميلانوسايتس اللي رايحه هنا هي اللي رايحه هنا هي اللي رايحه هنا، صح؟ بالظبط. فبالتالي زادت هنا وزادت هنا وزادت هنا، يبقى الراجل ده معاه اوكيولار مانيفستيشن، معاه كمان ديفنس. انهي نوع من الديفنس؟
قال لك نيورال ديفنس. انا عندي نوعين من الديفنس، حاجه اسمها الاوبستراكتيف ديفنس وحاجه اسمها بيرسبتيف ديفنس. بيرسبتيف يعني نيورال. طب ليه حصل له ديفنس؟ لان احنا عارفين ان الميلانوسايتس كانت رايحه للانر اير في الكوكليا بتاعت الانر اير، فزادت شويه فبوظت الدنيا هناك خلاص بس كده. طب هل هيبقى معايا كمان سي ان اس؟ اه طبعا هيبقى معايا منتال ريتارديشن. منتال ريتارديشن حلو كده، يبقى ريتارديشن في الجروس كمان. يبقى الراجل ده عنده ال اللي هو الانتيجنز اي سي جي تشينجز اوكيولار، البي بقى البي اللي هو البالمونري ستينوزس، ودي طبعا انا مش عارف لها تفسير بصراحه. البي اللي هو البالمونري ستينوزس، بالمونري ستينوزس فاهمنا؟ طيب بالمونري ستينوزس الايه بقى؟ قال لك ابنورمال جينيتاليا. يعني ايه ابنورمال جينيتاليا؟ يعني صغيره كبيره بقى الله اعلم ماشي، هو ابنورمال جينيتاليا وخلاص. يبقى انا عندي مرض اسمه ايه؟ ليوبارد سندروم، وللاسف مهم. عنده الراجل ده عنده اي سي جي تشينجز، عنده ديفنس اللي هو الكوندكتيف ديفنس مش اوبستراكتيف. الاوبستراكتيف ديفنس ده حاجه ان الحاجه مثلا زلط او حاجه قفلت ودنه، انما الكوندكتيف او البرسبتيف ديفنس او النيورال ديفنس ثلاثه اسم واحد، دولت النيرف نفسه هو اللي حصل فيه مشكله ماشي. طيب بالمونري ستينوزس، ابنورمال جينيتاليا، جروس ريتارديشن وديفنس. هتتحفظ هتتحفظ معلش غصب عننا غصب عننا. طيب الاخير بقى اللي هو اللامب سندروم بقى. اللامب سندروم لامب لامب يعني مش لمبة، هو برضو اختصارات يعني ماشي. نوميك مش عارف يعني بيسموها ايه يعني. المهم معلش هنحفظهم هنحفظهم، ما هو ملهاش حل يعني. اصل اللامب سندروم دي مهمه. ال دي يعني عنده لينتيجنز، لينتيجنز. والاي عنده اتريال مجزومة. عارفين الاتريال مجزومة؟ اتريال. عارفين في حاجه اسمها الاتريال فايبريليشن عند الاوزين والبطين؟ ده الاوزين. عنده حاجه اسمها اتريال مجزومة، حاجه في الهارت وخلاص، هنعمل ايه بس. والام مجزومة او مجزوماتس او مجزويد ماماري فايبرو ادينوما. هتحفظوها، ما هي ملهاش تفسير والله وحياة ربنا، انا نفسي انا ما بفهمها، انا حافظها كده وخلاص. اللامب سندروم والنيم سندروم، فمعلش احنا مش هناخد فيهم وقت لانهم اصلا حاجات حفظ صريح صريح. فاكرين انا مره وريت لكم صوره على الجروب اللي هو النيفاس سبايلس دي؟ مش عارف انا وريتها لكم ولا لا، اللي هو السبيكل دي نيفاس، اللي هي كانت طفله وجايه نصها بس. يا قولوا لي بس يا يا لا انا وريتها لكم ولا لا. كانت النص من وشها كده عباره عن هايبر بيجمنتد باتش وستادد باي مور اند مور هايبر بيجمنتد ماكيولز في نص واحد بس من وشها. قلت لكم دي حاجه اسمها السبيكل دي نيفاس. طيب خلاص ماشي هبوريها لكم، هبعتها لكم بعد ما اخلص على طول. السبيكل دي نيفاس او النيفاس سبايلس ده نوع من انواع اللينتجين برضه، يعني هو ده نوع من انواع اللينتجين، بس دي بيجي بقى سينس بيرس، عشان كده قالوا عليه ان هو نيفاس عشان هو بيجي سينس بيرس. خلاص ماشي يعني عشان بيجي سنس بيرس فسموها نيفاس سبايلس. طيب فاضل بقى اللي هو الانوجينيتال لينتيجنز اللي بتيجي فين؟ في الجينيتاليا، او الميوكوزال لينتيجنز بيسموها ميوكوزال جينيتال لينتيجنز. دي بتيجي فين؟ في الجينيتاليا. هل دي هتبقى لها علاقه بالضوء؟ مالهاش دعوه بالضوء خالص. حلو حلو. انا عندي مرض اسمه ماكون اولبرايت سندروم. ماكون اولبرايت سندروم. الماكون اولبرايت سندروم ده عباره عن ايه؟ طبعا الماكون اولبرايت سندروم ده هناخده ان شاء الله في الاندرولوجي، اللي هم الاطفال الصغيرين اللي بيجي لهم بريكوشس بيوبرتي، احد الامراض اللي بتبقى معاها فايبرس ديسبليزيا في البون، ومعاها كمان كافيولي ماكيولز، ومعاها بريكوشس بيوبرتي. حلو حلو. الراجل ده او الطفل الصغير ده بيجي له باتش كبير قوي زي ما انتم شايفين، فعلشان كده قال لك ده نوع ميلانوتيك. شوف ميلانوتيك ماكيولز،
ميلانوتيك ماكيولز، كانها بالظبط كافي، هي كافي ولي ماكيولز كبيره وبتجمع مع بعض عشان تعمل لك باتش. وده سندروم اسمه ماكون اولبرايت سندروم، وده هناخده ان شاء الله فين؟ في الاندرولوجي، في درس اسمه ايه؟ بريكوشيس بيوبرتي. سهله سهله. ايه اللي يميز المرض ده؟ قالك والله اصل احنا كنا بنقول ان اللينتجينز ده عباره عن زياده في النمبر بتاعت الميلانوسايتس، انما ده لقينا نورمال ميلانوسايتس ككاونت ونورمال بيجمنتيشن، بس يعني هو الميلان برودكشن سوري نورمال في الحته دي، بس لقوها مولوده بيها ولقوها اسوشيتد مع كذا حاجه، فراحوا حاطينهم هم الكل كده في سندروم، وقال لك ده نوع من انواع الجنراليز لينتجنز وخلاص. تمام؟ ولكنها غلط، انا شايف ان هي دي غلط، لان الهايبر بيجمنتيشن بتاعت البيزل سيل لاير دي مش سببها زياده في النمبر بتاعه الميلانوسايت، مش سببها زياده في النمبر، لان النمبر في الماكون اولبرايت سندروم نورمال. يجي لي بقى الناس بتوع الجيش، الاطفال الصغيرين اللي في ثالثه اعدادي اللي عايزين يروحوا يتقدموا للجيش، ويجي يقول لك يا دكتور، طبعا بيبقى عندهم مثلا 17 18 بتوع الثانويه او بتوع الاعداديه اللي بيبقى عندهم 15 سنه بالكتير، يجي يقول لك انا عندي بقعه طالعه لي في كتفي، في واحد يجي يقول لك يا دكتور انا عندي بقعه طالعه لي في رجلي، بقعة طالعة له في رجله أو بقعة طالعة له فين؟ في رجله. حلو الكلام؟ طيب العيان ده أول ما أقول له البتاعة دي طلعت إمتى؟ يقول لك والله ده طلع من سنتين ثلاثة. أقوم أنا جاي أقول له على فكرة دي طلعت لك بعد البلوغ، يعني بعد ما بلغت. يقول لك آه صح يا دكتور، ده بعد ما بلغت آه بسنة كده ولا حاجة جات لي. طيب المرض ده عبارة عن وحمة، واللي اكتشفها واحد اسمه بيكرز، فعلشان كده سماها بيكرز نيفرز. للأسف الشديد إن هي بتيجي في الميلز أكتر، وبتيجي في الشولدرز، وبتبقى أسوشيتد مع هايبر تريكوزيس. ونفس الكلام نفس الكلام محطوطة برضو ضمن الانتيجنز ليه؟ الله أعلم. علشان كده سموها بيكرز ميلانوزيس أو بيكرز نيفرز، وعلشان هي هيري هيري يعني فيها شعر. دي انتوا اكيد شفتوها في حياتكم، اكيد ده كتير قوي، البيكرز نيوز دي كتيره خالص. يجي شاب صغير كده يا اما موجوده في الشولدرز اكتر حاجه، يا اما موجوده في رجله او فخده من ورا، دي تبقى كتيره قوي قوي. البيكرز نيوز دي شفناها كتير قوي وفيها شعر، تمام؟ ولما بنيجي نشوفها ونعملها نفحصها كده زي ما انتوا شايفين قدام في الصوره كده، بتبقى الريجولار هايبر بيجمنتد باتش، تمام، ومعها هايبر تريكوزيس سواء كانت في الشولدر او في الثاي، غالبا يعني تيجي في الحته دي، تمام، ولكن هي ممكن تبقى اسوشيتد مع سموث ماسل هامارتوما. يعني العلاج بتاعها زي نفس الكلام بتاع الكونجنتال ميلانوسيتيك نيفس، ان انا اشيل الشعر الاول وبعدين اشيل البيجمنت دي بالكيو سويتش ليزر. طيب اللينتجين بقى اللي نوع منها اسمه الانتايجو مالجنا، عارفين الانتايجو مالجنا؟ مالجنا مالجنا يعني دي مالجنا، فدي اللي هتدخل بقى مع المالجننت ميلانوما، مع المالجننت ميلانوما. ما علينا، يبقى انا هقسم اللينتجنز، اللينتجنز اللي هي الكلاسيك بتاعها اللي هي زياده في العدد بتاعه الميلانوسايتس، لحاجات كونفايند للجلد بس زي الانتايجو سيمبلكس والسولار لينتيجنز، والانتايجو مالجنا اللي احنا هنشوفها سبريدنج لينتيجنس ميلانوما، هنشوفها دلوقتي في الميلانوما، او ممكن تكون اسوشيتد مع سيستميك ديزيز زي الليوبارد واللامب والنيم سندروم، او ممكن النيفاي اللي احنا شايفينها اللي هي البيكرز نيفس او النيفس سبايلس. الفريكلز نقدر نفرقها بتوين اللينتيجن، اه فريكلز تيجي في النورمال سكين، تيجي كذا تيجي كذا تيجي في الفير سكين. طيب مفيش واحده كنت انا متوقع ان السؤال ده حد هيساله لي، يا دكتور حضرتك بتقول ان انا عندي
نوع معين من الانتيجنز بيجي وسببه التعرض للضوء، التعرض للصن. وحضرتك قلت لنا ان هو هيجي في الصن اكسبوزد ارياز، صح؟ طب ما انت لسه جاي تقول لنا وبيبان كمان ببراونش بيجمنتيشن، يعني مش بدارك جراوند او دارك براون بيجمنت، ده براونش بيجمنتيشن، صح؟ طب ايه الفرق بينه وبين الفريكلز؟ طب ما نفس الكلام، الفريكلز نفس الكلام، صح؟ اقول لك لا يا حبيبي، الفريكلز كل اللي فيها ان الالترا فايلوت او بتاعت الشمس زودت الميلانين برودكشن بس، انما في السولار لينتيجين عدد الميلانوسايتس زاد. حتى اهو يعني هو مقارن لك بين طبعا الافيليتي، حاجه اسمها الافيليتي او الفريكلز، وبتوين السولار لينتيجين. ليه؟ لان الاثنين اصلا هيجوا في الالترا فايلوت، يعني هما الاثنين هيجوا في سان اكسبوزد اريا. صاحبنا افتكر بس كلمه ان هو بيجي بعد سن الاربعين، اللي هو مين؟ السولار لينتجين، الست العجوزه، الست الفلاحه او الراجل الفلاح اللي ابوه وامه كان عندهم جينيتك باك جراوند ان هو يجي لهم الحاجات دي. انما الفريكلز دي بتيجي في الاطفال الصغيرين، صح؟ وامه وابوه عندهم نفس الكلام في وشهم. حلو. البنات او الاطفال الصغيرين بيبقوا بيض، انما بتاعت السولار لينتجين ما بتفرقش. اني تايب الكالر بتاع الهير طبعا بيبقى كل ما كان التايب واحد واثنين كل ما كان الشعر بلوند شويه، صح؟ فعلشان كده بيبقى اكتر لون الشعر بيبقى براون شويه او بلوند. انما صاحبنا يعني انا اختي شعرها بلوند، اختي انا شعرها بلوند ويا عيني عندها النمش ده، وبيتهموني ان انا دكتور جلديه فاشل علشان مش عارف اعالج اختي من النمش. ليه؟ علشان بقول لها حط صن بلوك بس. هم عايزين ان انا اروح بقى اعمل لها ليزر بقى وتقشير وبتاع، انما العلاج الاساسي للفريكلز ان انا اعمل صن بلوك بس. انا مراتي برضو عندها فريكلز، طبعا هي غير مقتنعه ان انا دكتور اصلا، غير مقتنعه تماما بحكايه الدكتور الجلديه دي عندها، يعني مش مشكله. المهم فبتعمل ايه؟ طبعا عملت لها فراكشنال ليزر، وضيعها فراكشنال ليزر، ضيع الفريكلز توتالي. ليه؟ لان كاني بالظبط عملت سوبرفيشال بيل ومشينا على صن بلوك. المشكله بقى ان هم الناس بتوع الفريكلز دولت لو ما خدوش الصن بلوك يوم واحد بس ممكن الفريكلز دي تجري عليهم تاني، ماشي؟ بتبقى اكتر بقى في السكين كلر بواحد واثنين، انما الانتيجين اني. طيب الهيستوباثولوجي خلينا في الهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي هنا زياده في الميلانين برودكشن، هنا زياده في عدد الميلانوسايتس. حلو. طيب اكتبوا الحته دي كهيستوباثولوجي بتاعت الفريكلز بس. يعني الهيستوباثولوجي بتاعت الفريكلز مفيش زياده في عدد الميلانوسايتس، كل اللي فيها ان الميلانين كونتنت زاد شويه، وعلشان كده مفيش الونجيشن اوف ريتي ريدجز، مفيش الونجيشن بتاعت الريتي ريدجز. زي مين؟ زي اللينتجنز، صح؟ زي اللينتجنز ما ننساهاش، ماشي؟ طيب انا كده خلصت. اخر حاجه بقى في الميلانوسيتك تيومرز دي ان انا عندي حاجه اسمها ديرمال نيفوي. يعني ايه ديرمال نيفوي؟ يعني الميلانوسايتس ان المفروض لما حصل ان هي طلعت من النيورال كريست علشان تهاجر للديرمس وبعدين تنتقل الى الديرمابيدرمال جانكشن ثم تستقر بتوين البيزال كيراتينوسايتس، حصل لها ارست. وقلت امبارح في اول كلمه ان انا عندي حاجه اسمها فيلير اوف مايجريشن، والفيلير اوف مايجريشن ده خلى الميلانوسايتس موجوده في الديرمس. هنا الميلانوسايتس موجوده في الديرمس، واكتر مثال شهير ليها اللي هو المونجوليان سبوتس. المونجوليان سبوتس دي لو شفتيها تشوفيها في الاطفال الصغيرين اللي لسه مولودين، سبيشال في البري سيكرال اريا، وممكن تبقى موجوده في الهيد والنك عادي. هما دولت الاماكن اللي ممكن يحصل فيهم الريست للميلانوسايتس، البري سيكرال اريا والهيد والنك والشولدر، ماشي؟ هيد ونك وشولدر والبري سيكرال، ادي كده ثلاث اماكن، دولت الثلاث اماكن اللي ممكن يحصل فيهم الريست. حلو؟ ايوه. وعلشان كده
يبان للعيل ببلو بيجمنتيشن، صح؟ ببلوش بيجمنتيشن موجوده في البري سيكرال اريا هنا. وتجي لك بقى الام طبعا الفوفي المامي، تقول الحقني يا دكتور ده انا ابني مش عارف عنده بقع زرقاء. ولا يا ماما اطمني ان شاء الله هيقعد سنتين ثلاثه كده وان شاء الله هيخف لوحده. ياي هيقعد سنتين ثلاثه؟ اه يا ماما عادي مش مشكله. لا يا دكتور عايزين نشيل، معلش يا ماما صح لو شلناها ليزر خطر على النوم. لا 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 طالما خطر خلاص ماشي. اه من الاخر كده ان هو بلوش بيجمنتيشن دي نورمال فاريشن، بتبقى حوالي في 10% من الاطفال الصغيرين، عند كل العيال الصغيره انا بشوفهم 10% دي نسبه قليله بصراحه، ده بتبقى موجوده في نسبه كبيره بصراحه ماشي. بتبقى عباره عن هايبر او بلوش بيجمنتيشن، بتبقى حوالي اكتر من 10 سم او رينج بتاعها 10 سم ان دايمتر، موجوده في البري سيكرال اريا وشكرا على كده ماشي. دي حاجه اسمها المونجوليان سبوتس. عندي اتنين نيفاي، واحده قطه والتانيه اتو، واحده قطه والتانيه اتو، نيفس اوف قطه ونوت نيفس اوف اتو. طبعا القطه دي مش هي القطه بتاعتنا يعني، ده عالم اسمه قطه، وايتو دي مش صمويل ايتو اللي بيلعب كوره، ده عالم برضه ماشي. طيب ادي النيفس اوف اوت، هنا حصل الريست للميلانوسايتس في 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 منطقه الهيد والنك، وللاسف مش ثابت الجلد وبس، شايفين العين بتاعها بلوش سكليرا صح، بلوش سكليرا كويس. طيب وطبعا البلوش تبع قاعده تندل اللي انا قلتها المره اللي فاتت، لما لقوا المرض ده بلوش بيجمنتيشن في الفيس سبيشالي في نص واحد بس من الفيس، وطالما احنا شفنا في قاعده كده بيقول لك ايه، كل ما كان يونيلاترال، يونيلاتراليتي دي تساوي ات از نيفويد ان اوريجن، يعني نيفس، يعني جالك طفل صغير عنده هايبو بيجمنتد باتش كده في رجله بس، في رجله واحده بس، يعني اغلب الاغلب ده نيفس ماشي، في الاغلب هايبر بيجمنتيشن مثلا في نص واحد دي اغلب نيفس طالما في نص معين ماشي. طيب يبقى انا عندي هايبر بيجمنتد او بلوش بيجمنتيشن بتبقى موجوده في الفيس، وبتبقى اسوشيتد كمان مع بلوش سكليرا، العين مزرقه شويه، فدي بيسموها ايه، نيفس اوف قطه، وعلشان هي عين وجلد مع بعض بيسموها اوكيلو ديرمال ميلانوسايتوزيس. كلمة ميلانوسايتوزيس دي، ميلانوسايتوزيس لما تيجوا تشوفوها، ميلانو يعني ميلانوسايت يعني ميلانوسايت، ودي ميلانوسايت، واوزيس يعني ميلانوسايت زيادة كتيرة. كلمة ميلانوسايتوزيس تعني ان الميلانوسايت كتيرة فين، في الديرمس مش في الابيديرمس، موجودة كتيرة فين، في الديرمس وليس في الابيديرمس. يبقى تاني يونيلاترال بلوش بيجمنتيشن واسوشيتد مع بلوش سكليرا، وبتبقى ماشية مع الديستريبيوشن بتاعت الترايجيمنال نيرف سبيشيالي الاوفثالميك، يعني ما فيهاش كلام كتير وما بتجيش كتير. نيفس اوف ايتو هي النيفس اوف قطه بس بتيجي في الشولدر ماشي، نيفس اوف ايتو هي النيفس اوف قطه بس بتيجي في الشولدرز، وايتو بيبقى اخف شويه يعني اخف كمان في البريزنتيشن وفي الكالوريشن. طيب المونجولين سبوتس انت قلت لنا ان هي هتخف صح؟ اه، انما النيفس اوف ايتو دي هتفضل شويه، يعني المونجولين سبوتس دي مع الوقت بتتحسن، انما النيفس اوف قطه دي او النيفس اوف ايتو وايتو دي لا، دي لازم ندخل فيها بقى بالكي سويتش الليزر ماشي، علشان اكسر الميلانوسايتس اللي بتبقى موجوده في الديرمس. وانهي نوع من الكي سويتش؟ الكي سويتش الاندياج، لان ان هي الميلانوسايتس في الديرمس، فانا عايز حاجه تعمل ديب بنتريشن، انما الكي سويتش الاليكس ده ينفع مع الفريكلز اه لانها بتبقى سوبرفيشال ماشي. طيب ادي النيفس خلاص خلصنا، هو نفس الكلام، النيفس اوف قطه دي ماشيه مع الديستريبيوشن بتاعت راجيمنا النير، انما النيفس اوف ايتو ماشيه مع الديستريبيوشن بتاعت حاجه اسمها بوستيريور سوبرا كلافيكولار نيرف، حاجه كمان اسمها كوتينيوس بريكياي لاتراليز نيرف مش مهمه يعني، بس هي اهمهم البوستيريور سوبرا كلافيكولار. افتكر بس عظمة اللوحة اللي هو سوبرا كلافيكولار ان هي بتيجي في الشولدرز وخلاص. حلو؟ حلو. آخر حاجة، حاجة اسمها البلو نيفس كومن، ده بلو نيفس دي بقى، يعني إيه بلو نيفس؟ بلو ليه بلو؟ بلو تساوي إن أنا عندي ديرمال ميلانوسايتس، صح؟ ميلانوسايتس كتيرة وبتبقى موجودة في الديرمس.
بس فعلشان كده بتبان لي في صوره دوم شيب زي ما انتم شايفينها اهي، دوم شيب بابيوتس بلويش ان كلر، خلاص تشبه الى حد كبير السبيتز نيفس، بس السبيتز نيفس كانت سكين كلرد او ريسيمتس شويه، واحنا فاكرين السبيتز نيفس كانت ريسيمتس ليه؟ عشان الكامينو بودز اللي بتبقى موجوده فيها وحاجات تانية كده، وكمان فيها شويه بلاد سبلاي عالي شويه مش مهم يعني. والتاني كانت ديرمال. ماشي ماشي. طيب يبقى انا عندي ميلانوسايتس وموجوده في الديرمس. طب واحده تقول لي يا دكتور طب ما ايه الفرق بين الانترا ديرمال نيفاي والانترا ديرمال ميلانوسيتك نيفاس؟ يعني دي مثلا دي كومن بلو نيفاس، دي بلو نيفاس، وحضرتك قلت لنا دي ميلانوسايتس موجوده في الديرمس. طب ما كانت الانترا ديرمال نيفاس اللي كانت سكين كالرد، صح كانت سكين كالرد ما كانتش كده. ولا يا فندم اصل الديرمال او الديرمال ميلانوسيتك نيفاي كانت الميلانوسايتس اللي هي بترجع تاني للاصل بتاعها، يعني بتقعد تنزل 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 لتحت لتحت لتحت، والنستس كل ما بتنزل كل ما بتقل ما بتقل ما بتقل، وبالتالي الميلانين كونتنت اللي فيها بيقل. انما في الحته بتاعت البلو نيفاس دي، البلو نيفاس اللي بتبقى موجوده اكتر على الدرس الاسفلت بتاعت الهاند او الفوت، بتبقى الميلانوسايتس عايشه وكان ريزيست الابوبتوزس، يعني شايف دي موجوده دي كلها، دي كلها ميلانوسايتس، يعني دي بعد الصبغه بتاعتها السبيشال ستين بتاعتها. طبعا احنا عارفين الميلانوسايتس ليها سبيشال ستين اللي هو السيلفر، وطريقه الصبغه بتاعتها اللي هو الماسون فونتانا ستين. طبعا الكلام ده هناخده ان شاء الله في البيجمنتيشن ان ديتيلز، انا مش عايز ادخل في تفاصيل. يبقى انا عندي ثلاث انواع من النيفاي، حاجه اسمها نيفاس اوف ايتو ونيفاس اوف 30 مع بعض، وعندي البلو نيفاس، وعندي حاجه اسمها المونجليان سبوتس، دي بتبقى سببها الريست اوف الميلانوسايتس في الديرمس وما قدرتش تطلع للإبيديرمس. خلاص البلو نيفاس دي ميلانوسايتس ميلانوسايتس، انما الثانيه بتاعت الديرمال نيفاي دي كانت نيفاس سيلز، وكانت حصل داون وورد بروباجيشن لتحت في الديرمس والديب ديرمس، وكل ما بتنزل كل ما بتصغر وكل ما الميلانين كونتنت بتاعها بيقل. حلو؟ طيب هننسى حاجه كده قبل ما اقفل. انا عندي بيناين ميلانوسيتك نيفاي اللي هم الكومن اللي هم الجانكشنال والكومباوند والانتراديرمال، وعندي سبيشال تايب اوف نيفاي اللي هم الكونجنتال ميلانوسيتك نيفاي والسبيتس نيفاس والهام نيفاس، وعندي حاجه اسمها ديرمال ميلانوسيتك نيفاي بقى اللي هم المونجليان سبوتس النيفاس اوف اوبتا او ايتو والبلو نيفاس. بالله عليكم ما تنسوا، بالله عليكم انا خدت وقت في الموضوع ده، يا ريتني